نتاع المجلس البلدي الجديد، المجلس البلدي ما خداش بعين الاعتبار الوجوه في الحق نتاع المرتويه للمرتويه الفواحه في وسطهم، وزيد اكثر من هكا وجوه بعض وجوه نتاع بعد تركيزي القدم نتاع الصف الثاني والصف الثالث حطوهم ذا ديكتيف، يعني ما تم حتى احترام لاراده المرتويه اللي لاحظوه اللي ان الحكومه ما زالت بنفس الاخطاء، الاخطاء اللي عملتهم في تسميه الولايات وعودتهم في تسميه المعتمدين، اليوم تعودهم في تسميه المجالس البلديه. احنا في كل حالات ماهيش مجالس بلديه مخططه، هي نيابات خصوصيه، لكن النيابات لازمها تراعي شويه التمثيليه نتاع المرتويه، واحنا نراوي اللي ما راعاش كل الموضوع هذا، وخاصه وانه ثم خمسه من الاعضاء اللي عينوهم استقالوا احتجاج على الاسامي اللي حطوهم معاهم. والحاجه الثانيه هو موضوع هذا اللي ترموا فيه هذايا المقر القديم نتاع لجنه تنسيق المرسى، اذا كان نذكركم هذايا وقت اللي جاو يبنيو فيه هما فوق ارض تابعة لوزاره الثقافه اللي هي تابعة العبديه، العبديه هو موقع اثري هام، ووزاره الثقافه عندها فيه برنامج كامل مش تحط موقع كامل يعني مع بعضه في تابع اندلسي، لان هي العبديه اصلها اندلسي. يجيو يفرضوا على المرتويه وغصبا عنهم انهم يبنيوا البنية اللي مش مشاهد بالكل هي والمعمار اللي داير بها تاخذها لجنه التنسيق، وبعد كل طالبه ان ترجع الاصل يعني الفوكاسيون الثقافيه نتاعها يحطونا فيها منطقه امن، يعني اعتداء فوق اعتداء.